السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة خديجة أم فاتي، تنقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الحوتة في الفرن، واحد الشرمولة اللي كتجي زوينة بزاف بالخضار وسهلة ماهلة. غادي تتبعوا معايا المراحل، إن شاء الله غادي يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوليش ملي لايك والاشتراك. اللي مشاركش عندي تنقول شارك والضغط على الجرس باش يوصلكم إن شاء الله الجديد فضلا منكم وليس أمر. وتنقول لكم شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم والتفاعل ديالكم معايا بدون استثناء، كما تنقول دائما داخل المغرب وخارج المغرب. ويلا على الطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله نبداو التحضير ديال هاد الحوته. هادي عندي حوته من وزن كيلو الا ربع مغسوله ومنظفه على الشكل هذا، فغادي يستحسن تفتحوها من الظهر ديالها، لكن ماشي مشكل، راني زدت له فتحه مزيان الداخل كيف ما كتشوفوا، يعني استحسن تفتحوها من الظهر ديالها. بالنسبه للشرموله اللي قلت لكم عليها زوينه كتجي بزاف، عندي الربيع، قزبر المعدنوس، معلقه ديال الهريسه، فلفله حمراء وفلفله خضراء وشويه ديال الثومه. بالنسبه للبهارات عندي معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره او البابريكا، شويه ديال الملح حسب الذوق، شويه ديال الخرقوم، هنا شويه ديال الزيتون خضر مقطع، هنا جوج ديال الطماطم دوائر وبصله وحده، عندي جوج ديال البطاطيس الدوائر، وعندي جوج ديال الجزرات، هنا عندي الشعريه الصينيه، وعندي فلفله عاوتاني خضراء وفلفله حمراء اللي غنزين بيه ان شاء الله الحوته. غادي تشوفوا معايا عندي واحد ربع كاس ديال العصير الحامض. هاد الحوته كما قلت لكم اللي كتجي زوينه بزاف، عندي زيت الزيتون غادي نستعمل منه ربع كاس صغير. بالنسبه للشعريه الصينيه انا حاطه غير بكيره، غادي نزيد وحده اخرى من الوزن ديال 100 غرام، غادي نخوي عليها الماء طيب، فدرت يعني 200 غرام ما استعملتهاش كامله، بقات ليا منها لانه درت غير وحده جاتني قليله، فزدت وحده اخرى من 100 غرام 100 غرام جاوني قلال. غادي تشوفوا معايا غادي نطحنوا هاد الشرمون اللي قلت لكم هي اللي كتعطي للحوته اللذه، كتجي لذيذه بزاف، سبق لي وحطيتها لكم مع الحوت. غادي نخويه ديك الفلفله والربيع والثومه في الطحانه هذه، وغادي نطحنهم مزيان حتى يطحنوا لي وليو شرموله، وغادي ان شاء الله نشرملو بها الحوته. هذه شرموله كامله اللي غندير لا بالنسبه للحشوه ولا الحوته اللي غادي هنايا. هذا زدت هذوك علبه اخرى من غير هادو جوج، يعني كل علبه كانت فيها تقريبا 100 غرام، فدرت جوج وما استعملتهمش كاملين، يستحسن نديرو غير واحد اونص. من بعد ما طحنت هذيك الشرموله زدت عليها هذيك البهارات او العطريه وزدت عليها الحامض، غادي نجيب هذه الحوته هذه فلحتها واحد جوج ديال الفلحات باش تشرب لينا هذيك الشرموله باش كتلذذ لينا السير ديال هذه الشرموله هذه، فكتجي زوينه بزاف، وكتزيدوا شي شويه ديال الملح تكون زايده لانه كلنا كنعرفوا الحوت ديال هنا. سلقت هذيك الخضر النص سلقه، ما كنا نعرفوا الحوت كيطيب في الساعه في الساعه، فيستحسن تسلقوها واحد النص سلقه باش ما تطلقلكمش الماء بزاف، والحوت كيطيب في الساعه في الساعه. غادي نشرملو هاد الحوته هذه كما كتشوفوا من الكرش ديالها، يعني من الداخل ديالها كامله حتى من الراس على ما كتشرملوه، باش غادي نعمروها كامله ان شاء الله بهذيك بهذيك الحشوه. كما قلت لكم راه زايده شويه ديال الملح، الحوت ديال الطاجين هكا ولا ديال الفرن فشي مره كيجيكم باسل صراحه الله، خاصكم في الشرموله في الاول تكونوا شرملو فيه عطيو شويه ديال الملح يعني الزيت باش كيتلذذ لينا. شي مره كنكات صايبوا الشرموله الحشوه ولا كنصيبوها كيجيني شويه باسل، فزيدوا شويه ديال الملح. هنا راني حطيت هذيك البصل دوائر وجوج ديال الطماطم والفلفله حمراء وخضراء في المول اللي غندير في الفرن، فغنزيد عليه هذيك الخضار من بعد ما غنزيد من هذاك الشرمولة اللي شرملنا من الحوت، وغادي نخلي الحشوه باش تلذذ لنا ديك الخضيره حتى هي، ونديرها فوق من ديك الطماطم والفلفله والبصله في المول. يعني احنا درنا الخضار كامله، بغينا يعني نديرو شي حاجه متكامله مع الحوت، كما قلت لكم ساهل ماهل اللي كيتواجد عندكم ممكن ديروه. هنا بعد ما ديك قطعت هذيك الشعريه الصينيه قلت لكم ممكن ديروا غير علبه ونص، انا درت جوج فبزاف ما غاديش نديرها كامله، غادي نخويها في الاناء من الاناء هذاك الصغير،
خويته هنايا، وغادي نزيد عليها الزيتون خضر مقطع كما كتشوفوا كيعطي لذة زوينه، وكنزيد هذيك ما تبقى من هذيك الشرموله. فقلت لكم هذه الشرموله كتجي لذيذه بزاف مع الحوت، سبق ليا وحطيتها لكم من قبل. كنخلط هاد الشعريه الصينيه مع الزيتون مع ديك الشرموله، كنعمرو بها ان شاء الله هاد الحوته هادي. كما قلت لكم سهله مهله، ما فيها حتى شي حاجه، وكلنا كنبغيو الحوت. او غادي نعمرو كما قلت لكم هذيك الحوته عندنا. غادي ندير هذاك ما وصلش نص كاس ديال زيت الزيتون في المول بهذه الطريقه هذه، غادي نخويه. كيجي زوين هذا الطبق هذا. غادي نشد هذيك الحوته ونعمرها، نفتحها، ما غادي ندير لا كوردون لا والو، يعني ما نخيطها من حتى شي حاجه. فكتجي شكل جميل ملي كتبقى هكاك يعني عامره، وهذا كتجي تعطي شكل يعني منظر زويون. كنعمرها مزيان حتى الراس هذا، عمروه عمرها مزيان بحال هذا الشكل هذا. وغادي نحطها في المول، وغادي نزيدها الا بانت لي مازال ما عمرش مزيان فغادي نزيدها. كنهزها بحال هذا الشكل كنحطها في المول. شوفوا المول اللي غيهز يهز لكم الحوته. وغادي نهز هذيك ما تبقى من الحشوه، وغادي نعمر بها الحوته هذه. وغادي نجيب هذيك الفلفله اللي قلت لكم غادي نزين بها، هذه اختياريه. غادي نعمرها بهذيك الشعريه الصينيه مع الزيتون والشرموله، فاختياريه كتزيين ممكن بلاش منها. غادي كيما شفتوا انا قطعتها بحال هكا بقات بحال، المهم بحال هذا الشكل هذا ديروها. هذا اختياري انا غير درتها وجات زوينه. البنات عطات ديك الفلفل عطات اللذه للشعريه الصينيه، عطاتها زوينه. كنعمرهم بهذا الشكل هذا كاملين، هذوك هذا اللي مقطع ديال الفلفل، وكنحطهم في الجناب ديال الحوته او السمكه. صافي حتى نعمرهم كاملين، وغنزيد هذيك الطماطم والفلفله. بعد ما عمرنا دوك الطريفات او النصاص ديال الفلفل في الجناب، حطينا في الجناب ديال الحوته كتزيين فقط. كنحط دوك الدوائر ديال الطماطم اللي خليتهم من فوق من الحوته او السمكه، وكنحط طريفات ديال الفلفل، وغادي نزيد شويه ديال الحامض، طريفات هكا ديال الحامض. كتجي كما قلت لكم كتشهي زوينه بزاف. صافي وغندير ليها الكاغيط ديال الطهي وبابي الامين من الفوق، والفران مشعلاه من قبل من الفوق ومن التحت، وغادي نديها ان شاء الله طيب. انا يعني بعد ما كما قلت لكم غادي ندير الكاغيط ديال الطهي وبابي الامين من الفوق باش طيب لينا. من يعني بعد ما استفت على ديك الطماطم والفلافل من الفوق، غادي ندير كما قلت لكم هاد الوراق ديال الطهي، وغندير ليه البابي الامين من الفوق باش يعني يقبط على داك الصح حيت ما فيها لا ما لا والو. فملي غادي طيب ان شاء الله غادي نديها الفرن ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل ديالها النهائي. يعني كتجي زوينه ومغذيه، كلنا كنبغيو الحوت هكا نديرو في الفرن كتجي زوينه. فتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحوته، حيت ليها من بعد ما طابت حيت ليها الكاغيط من الفوق بابي الامين وداك الكاغيط، وشعلت عليها من الفوق. انا اصلا كنت مشعلاه من الفوق ومن التحت الفران حتى خضر فيه شويه هذا اللون، طابت الحق والطريق وجات هذيك التغميره ديالها معيلكه، فكتجي زوينه بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم الفيديو، الا عجبكم ما تنساونيش من لايك والاشتراك، تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم. ف كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن حال واحوال، ما بقى لي نقول لكم تهلاو في راسكم الى فيديو اخر ان شاء الله، فدمتم في رعايه الله.